بسم الله الرحمن الرحيم. احسب في السطر. كارتيل اونلين. احسب في السطر يعني لا داعي لوضع العمل عمليا. 2.753 مضروبه في 10. هذا العدد عشري فيه فاصله، جزءه الصحيح 2 وجزءه العشري 0.753. الفاصله امامها رقم الوحدات، الفاصله الذين هم الاعشار، اجزاء مئه، اجزاء الاف. نضرب في 10 الجدع سيكبر. عندما نضرب في 10 الفاصله تزاح الى اليمين بالرتبه، قفزه هنا. الجدع المحصل عليه 27.53. اذا 2 فاصله وجدنا 27 فاصله، يعني الضرب في 10 يكبر. هنا نضرب في 100، الفاصله ستزاح برتبتين، يعني قفزات رقمين، يعني 275.3. سأضرب في 1000، عدد الأصفار 1، 2، 3، الفاصلة ستزاح بثلاث رتب، يعني 2753.00. ولا داعي لكتابة فاصلة صفر، فالجداء هو 2753، لكن سنتركه لنستفيد منه. هنا سنضرب في 10000، يعني الفاصلة ستزاح بأربعة أرقام يليه، يعني هنا أزيحت بثلاثة أرقام، الآن أزيحت بأربعة أرقام، حتى نفهم أكثر. هنا الفاصلة أزيحت بثلاثة أرقام، وعندما ضربنا في 10000 تزاح بأربعة أرقام، يعني الصفر فاصلة، يصبح تصبح فاصلة هنا، فاصلة لا شيء. ثم بعد ذلك نمسح هذا الفاصلة. إذا عندما نضرب في 10 تزاح الفاصلة إلى اليمين برتبة، في 100 تزاح إلى اليمين برتبتين، هنا بثلاث رتب، هنا بأربعة رتب. أحيانا نضيف الصفر عندما تختفي الفاصلة. 134 في عشر، 0.1 عشر، 0.01 جزء من 100، 0.001 جزء من 1000. هذا العشر دائما 0، يعني عدد أصغر من 1. هذه أعداد أكبر، في أعداد أكبر من 1. هنا سأضرب في أعداد أصغر من 1، يعني سنحصل على جداءات أصغر من 134، لأنني ضربت في أعداد أصغر من 1. عندما نضرب في 1 الضرب في 1 لا يزيد. مثلا 134 في 1 تساوي 134، وعندما أضرب في عدد أكبر من 1 الجداء يكبر، أما في عدد أصغر من 1 الجداء يصغر. الآن هنا ضربنا في 10 الفاصلة تزاح إلى اليمين برتبة، هنا العكس، عندما نضرب في العشر الفاصلة تزاح إلى اليسار برتبة، سيصغر هذا العدد. أين هي الفاصلة؟ 134 تساوي 134.0. 134 تساوي 134.0. سنضرب في العشر الفاصلة ستزاح إلى اليسار برتبة، ستصبح هنا، يعني 13.4. لاحظوا الجداء المحصل عليه أصغر من 134. وعندما نضرب في عشر يعني وكأننا قسمنا على 10، نضرب في جزء من 100 وكأننا قسمنا على 100، نضرب في جزء من 1000 وكأننا قسمنا على 1000، هكذا. 134 في عشر تساوي 134 قسمة 10، تساوي أيضا 134 على 10. هنا سأضرب في جزء من 100، الفاصلة ستزاح إلى اليسار برتبتين. 134.0 عددان متساويان ستزاح برتبتين إلى اليسار. الرتبة الأولى هنا والرتبة الثانية هنا، 1.34. هنا ستزاح الفاصلة بثلاثة رتب، يعني ستنتقل بثلاثة رتب، 1، 2، 3، ستصبح هنا، يعني 4, 3, 1، ستصبح فاصلة هنا، وهذا الفراغ مكتوب صفر. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله.